يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بما يتم إدراك الركعة، هل هو بالركوع فقط أم بالفاتحة والركوع؟ إدراك الركوع يكفي، لأن أبا بكر جاء والرسول راكع فركع معه، لكن قبل أن يدخل في الصف دب ودخل في الصف، فلما سلم الرسول صلى الله عليه وسلم قال له زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تدخل في الصلاة قبل أن تصل إلى الصف، ولم يأمره بإعادة الصلاة بل على أنه اعتد بالركعة. وقراءة الفاتحة تسقط في هذه الحالة، حتى عند من يجيبها تسقط، لأنها فات محلها لم يتمكن منها. نعم.